يعد مستشفى الكويت التخصصي الخيري في غزة أحد أهم المراكز الصحية في القطاع لما يقدمه من خدمات طبية مختلفة كالأشعة والجراحة والمسالك البولية والأسنان وغيرها من الأقسام الهامة. إذن أستاذ، ولتسليط الضوء على مستشفى الكويت في غزة معنا على الهاتف مدير مستشفى الكويت التخصصي الأستاذ محمد المصري. بداية أستاذ محمد، هل لك أن تطلعنا على حجم الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الكويت التخصصي في غزة وأيضا حول قدرته الاستيعابية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مستشفى الكويت التخصصي أنشئ في عام 2700 بدعم ومساندة من الجمعيات الخيرية في الكويت. مستشفى تخصصي يخدم كل منطقة محافظة رفح، ومستشفى خيري بأسعار رمزية. المستشفى يقدم خدمات عامة كثيرة، منها الاستقبال والطوارئ والأسنان والجراحة والأطفال والباطنة، بالإضافة إلى وجود صيدلية على مدار الساعة والأشعة والمختبر، خدمات متكاملة، عيادات تخصصية متكاملة. المستشفى في الأيام العادية يقدم خدمات متميزة على كافة الأصعدة. المشكلة في الأيام الأخيرة من أمس عندما بدأ العدوان الهمجي على مدينة رفح، والآن رفح مدينة معزولة كما تعلمون، كان هناك كم كبير من الشهداء والإصابات وضغط كبير جدا على مستشفى رفح، على مستشفى الكويت التخصصي، نظرا لإغلاق مستشفى أبو يوسف النجار وهو المستشفى الحكومي الوحيد في محافظة رفح. بالأمس فقط استقبلنا 13 شهيد و108 جرحى، هذا يوم الجمعة 1/8. اليوم حتى الآن استقبلنا 39 شهيد و85 جريح، نقدم لهم الخدمات. المكان طبعا على استطاعتنا قدرنا نوفر لهم حوالي 30 سرير وهي ساعة المستشفى، فاضطرينا نظرا للظروف الصعبة ان نتأجر بيت عادي ونحط المرضى فيه على الفرشات العادية نظرا لعدم وجود أسرة. حتى الشهداء جثث تبعتهم لم يكن هناك مكان لها، فاضطرينا نتأجر حتى من ثلاجات اللي بيحطوا فيها الخضار ونحط فيها الشهداء. جمعنا الشهداء في صلاة الأسنان والمناطق الصلاة حتى يتم دفنهم، لأنه العدو كان يمنعنا من القيام بعملية الدفن للشهداء، وكان يتأخر لأنه كان في إطلاق نار شديد سواء على سيارات الإسعاف أو على المواطنين، لم يفرق بين بشر وحجر وشجر. معظم الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ وجلهم مدنيون. العدو الإسرائيلي لم يوفر أحد. الآن المستشفى الكويت يقدم خدمة متميزة، يوجد لدينا الأسرة مكتملة، لا يوجد فيها أي مكان لأي جريح آخر، نقوم بتحويل على مستشفى ناصر في خان يونس ما يزيد عن طاقتنا. العمليات غرفتين عمليات شغالة على مدار الساعة. الإمكانيات الحمد لله متوفرة، وكان عندنا دعم كبير جدا من جمعية الرحمة الكويتية للغاثة والتنمية، وكلها بتوجيهات كريمة من سمو أمير البلاد المعظم حفظه الله وأركان الحكومة الكويتية الأكارم، ما قصروا معنا بصراحة ودعمونا دعم كبير جدا، سواء بالنسبة للأدوية، بالنسبة للمهمات، بالنسبة لسيارات الإسعاف، كله متوفر والحمد لله في الوقت الحاضر، ونقوم بمهمتنا على أكمل وجه، وإن شاء الله يكون في ميزان حسنات الجميع، وكل من مد يد العون إلينا وساعدنا بإذن الله. دكتور محمد، يعني الكل هنا يشيد بجهودكم الجبارة وما تقدمونه من تضحيات. الصوت عن الكهرباء، ما فيش كهرباء. هل تسمعني الآن دكتور محمد؟ هل تسمعني؟ هل الصوت واضح بالنسبة لكم الآن؟ علي الصوت شوية. الكل هنا بالكويت يشيد بما تقدمونه من جهود جبارة وأيضا ما تقومون به من أعمال جليلة، ولكن يعني مثلما تعلم في ظل الظروف الراهنة دكتور محمد التي يشهدها قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي مثلما تفضلت، يعني هل هناك من صعوبات، من عوائق تواجهونها في توصيل المستلزمات الطبية، وأيضا هل أنتم الآن بحاجة إلى مستلزمات طبية أخرى؟ تفضل دكتور محمد. عوائق كثيرة. أولا العدو الصهيوني لا يوفر بين لا يميز بين سيارة إسعاف أو سيارة نقل إلى آخره، يستهدف جميع السيارات. بالأمس سيارة الإسعاف ضربت، استشهد فيها المسعف وسائق الإسعاف،
وطاقم الإعلامي تبعنا تبع تلفزيون الكويت منع من دخول محافظة رفح رغم التنسيق اللي كان موجود. منعنا كل الأطباء من خارج محافظة رفح ممنوعون من الدخول إلى محافظة رفح. العدو الصهيوني يستهدف كل من يسير على الأرض بغض النظر عن نوعية هذه السيارة. فاضطررنا احنا والحمد لله وفرت لنا جمعية الرحمة الكويتية مبالغ مالية وقدرنا ان نوفر كميات كبيرة من الأدوية ومن المستلزمات الطبية من مستودعات داخل محافظة رفح وخان يونس المنطقة القريبة، لأن لم نستطع ان نصل الى مدينة غزة. الحمد لله تم توفير مبالغ كبيرة جدا من جمعية الرحمة وشرينا كمية كافية تكفي لتقديم الخدمات الجيدة لمرضانا، والحمد لله نحن بخير وكويسين وصامدين والحمد لله. نعم، من غزة كان معنا عبر الهاتف مدير مستشفى الكويت التخصصي الدكتور محمد المصري، شكرا لك.